بيروكي يا بيروكي شحال شباب شحال شباب انا ندي الباك انت تدي لنك السلام عليكم، معكم أسامة كاوازاكي، وهذا فيديو خاص بموقع بودكاست عربيا مسابقة اليوتيوبرز الدورة السابعة اللي راح تكون على الباك اون الجيري جينيريك. عندي الباك عندي الباك خليني راني مضرور ليكور والكراسات بون سخسو كامل اللي يجوزوا الباك. الحاجة اللي يكرهوها هي نهار الأول اللي يدخلوا يقراوا الأساتذة كامل يقولوا لهم نفس الهضرة، هاد العام الباك ولازم تجيبوه، وكل ما تجيبوش الباك ولا ما تحفظوش ولا ما تبقاوش مهتمين بقرايتكم راح تخسروا الباك وتصرايكم في كارير. مايو نازل بربوطي ما تجيبش الباك والله وتصوطي. نطلق على السوسبانس، كي يكون عندك الباك عام كومبلي تكره كامل الناس باسكو نورمالمون باباك ينحي اسمك من ليفري فامي ويسميك الباك. باك يا خوك اش جبت الباك ياك اش معك ثري بيزي ولا قالوا الباك يا خوك اش قالوا الباك باك ما تجوش الباك. مامشي تعود تكون انسان صالح ومسالم وكاع وتسيي ثري بيزي دايما تجيك سبات فلاشي. صدقني بالله بالله يا بالله هذا العام الباك ولازم الريفيزي. A few minutes later. وكي تكون راح تجوز الباك اوبليجي تخير لا ميثود اللي راح تجوز بها. صافي دير يا هكذا يا هكذا. شوف سهلة ماهية، اجري بلوتوث ديرو في وذنك، ابعث كش واحد برا يبعث لك الاجوبة هكذا وتجيب يا عندك. من غشنا فليس منا، الغش ما روش حل، ياك يقولوا العلم نور، العلم نور والغش فور. على بالك كي تغش تحس بالبنة وتربح تربح. اصمت انت الحشاش غشاش اعمل سكوت تربح الحشاش. انا الحاجة اللي حيرتني يكون خلاص غدوة الباك تطلع يبان ما على بالهمش كامل. واش الراس واش الناس كيف شنو هادو كراريس وما على باليش بحث الفوق. لا لا هادو ما لخش غدوة الباك غدوة تاع غدوة. انا عماه على ما رجعت واش المراجعة يا واسمك اني شومي على الباك عطيني 50,000 راني حاب نجيب الباك عطيني 50. كيفاش 50,000 تجيب بيها الباك؟ 50,000 ماشي باش نراجع ولا باش نواسي، 50,000 باش نشري حبة سهلة واخر نروح مسورة فتاك حاملين رفاقا نطير مع الورقة. بلا ما ننساو حلاوة الباك وحلاوة العام كامل كي تسمع واش كاين يما؟ ربحت الباك ربحت الباك. بون كانت هاد الفيديو خفيفة ظريف، ان شاء الله كامل تنجحوا في الباك، نتمنى لكم كامل تنجحوا. الي ما تبخلوش عليا بجام في الفيديو وبارطاجو الماكسيموم، سورتو دخلوا الموقع بودكاست عربيا وصوتوا لي 5 نجوم، تلقاو ليا تحت في الديسكريبسيون. سلام. مبروك مبروك الحوايجنا ايونا فرحوا بشاهدنا.